صباح الخير، صباح الأمل والسعادة مشاهدينا وين ما تكونون وتتابعون برنامج صباح الغير. صباح الخير حيدر. صباح الخير منال، صباح الخير أعزائي المشاهدين. جولة من بعدها نبتدي معكم هاي الحلقة. كالمعتاد نبدأ فقرات برنامج صباح الغير بتعرف على حالة الطقس. معنا على الهاتف المنبئ الجوي عماد كريم. صباح الخير أستاذ عماد. صباح الخير أستاذ عماد. صباح النور عليكم. الحالة الجوية المتوقعة للعراق لهذا اليوم الأربعاء تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من تركيا ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم. درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن يوم أمس. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة. مدى الرؤية 8 إلى 10 كيلومتر. الرطوبة النسبية المتوقعة في بعض المدن في بغداد من 80 إلى 85%، في أربيل من 85 إلى 90%، وفي البصرة من 70 إلى 75%. كانت درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد يوم أمس 21 درجة وهي أقل من المعدل بست درجات. أما درجة الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم فستكون 23 درجة بإذن الله. درجة الحرارة الصغرى المسجلة صباح هذا اليوم 8 درجات وهي أقل من المعدل بخمس درجات. موعد غروب الشمس في مدينة بغداد لهذا اليوم في الساعة 6:22 للناس، أما موعد شروقها اليوم غد تكون في الساعة 5:53 بإذن الله. شكرا، مع تحياتي للعامل الواجهة. شكرا جزيلا. مشاهدينا وكالمعتاد بكل يوم نذهب إلى فقرة المرور وحركة السير في الشوارع. لليوم حركة المرور مع ضيفنا الدائم عبر الهاتف عقيد المرور محمد الزايدي. صباح الخير. صباح الخير عقيد محمد. شكرا. صباح الخير. صباح الخير حيدر. صباح المحطة والسلامة. سيادة العقيد، ما هي حركة المرور اليوم؟ يعني نفس الزحمة نفس العهجة؟ شيء مو طبيعي من يم ملعب الشعب ويعني زيونة وكمسارة وهذه الأماكن كلها اللي تنقل الجهة هذيك على الكرادة على الأقل يعني وبقية المناطق؟ صحيح، يعني ما صبت لي. صحيح، يعني نبتدي بالقطوعات. يعني يوم أمس في المكان واضح صبرت حذر. اليوم هسه يعني أنا أتكلم ياكم أكو قطع تام باتجاه ساحة التحرير من تحت النصب باتجاه التحرير من الطيران باتجاه التحرير عفوا من الطلاني باتجاه التحرير. بمعنى اول طبعا في الجمهوريه ايضا انقطع قبل بالضبط 5 أو 6 دقائق. اذا تحت التحرير كل المحاور انقطعت. شنو السبب عقيد محمد؟ نعم، شنو السبب؟ ما عندك علم سبب القطع شنو؟ تظاهر الاشاعه اليوم حيدر تحت التحرير. تطلعون تظاهرات اليوم؟ قعدوا راحه. لا قعدوا راحة، خليهم بالعكس. لا للنساء هذا شاقيت، ولا احنا مع التظاهرات والاعتصامات بالتأكيد، لكن على سبيل المزاح والمشاكسة ويا منال. أكيد نعم، أكيد إن شاء الله يعني الله يحفظهم. فهذا القطع طبعا ملعب الشعب ما في حدا قطع، لكن أكو إجراءات تأكيد نعم ضمن جسر اللي يتلقى على ملعب الشعب أكو تأكيد لذلك. يعني حيدر أعظم الشرق نعم يعني الزيتون فقط قطع جديد نقص الزيتون من دعم الدور تحت الدور باتجاه النقص ومن شارع الزيتون نعم مقابل قلب النصر طبعا ايضا انقطع السير. بمعنى انه كل المداخل على المنطقه الخضراء في الوقت الحاضر مقطوعه، حتى يكون واضح للمشاهد يتخذ يعني مكان ثاني. طيب ما في تقاطعات في الرصافه الموقف جيد، يعني حركه المرور اعتياديه طبعا راح يصير زخم عندنا بالخلاني بالتاكيد راح يصير زخم ايضا بقرطبه باتجاه سريع، بس انا نحاول نشكك السيارة على محمد القاسم نعم عشان تصل الزخم اللي موجود. هذا بالنسبه للرصافه. جسر السنك مفتوح عقيد محمد؟ مفتوح جسر السنك، جسر ممتاز. جسر العظميه كلها مفتوحه ما عدا الجمهوريه. نعم بالضبط قبل 6 دقائق انقطع. يعني اذا اعبر حيدر على الشرخ، الشرخ موقف جيد يعني حقيقه، ما عدا عندنا من علوة الرشيد باتجاه يعني الأمام باتجاه الجسر بغداد الكبير أكو قاشطة تكسر الطريق ما السرعة السير هي وسط الطريق، لكن السيارات يمين يسار بمعنى أنه أكو تخفيف سير يطير. كذلك عندنا صفون الكامية اليوم زيارة، فأكو يعني زخم بشري مع السيارات في هذا الموقع.
عندنا جسر مثنى من جهة الرصافة والازدحام. حتى لا زال لحد اليوم مثل وضحت جنابك حيدر، المياه سحب المياه يحتاج إلى يعني رفع وموجودين الجهد الأمانة. هذه بالنسبة للقطاعات وبالنسبة للمواقف. طيب أيضا سيادة العقيد، الجمعة ستشهد أيضا انقطاعات بالطرق ولا أكيد يعني؟ والله يعني من هالساعة إحنا نص وحيلة هالساعة ماكو قطع، لكن هسه القطع صار حوالي 6-7 دقائق، بمعنى وليد اللحظة يكون القطع إن شاء الله. تمام. بس ما أعتقد الجمعة، مو مثل الجمعة لأنه التظاهرات والاعتصام بالكرخ فما يحتاج قطع أعتقد يعني. بس إذا استجد إن شاء الله أكيد إحنا نبلغ. نعم. شكرا جزيلا عقيد محمد. شكرا جزيلا. مشاهدينا، لحسن الحظ أكثر الحالات للتقيؤ عند الرضع تكون مؤقتة وغالبا تزول خلال 6 أشهر، أما الترجيع فهو درجة خفيفة من إخراج الطفل الرضيع للحليب بعد كل رضعة، غالبا ما تكون على شكل دفعات متتالية. السليم طبعا معنا على الهاتف الدكتورة إيمان إشهاب، أخصائية أطفال. صباح الخير دكتورة. صباح الخير دكتورة. دكتورة، اللي ماذا يتقيأ الطفل الرضيع بكثرة؟ هل هناك مضاعفات بسبب القيء؟ أيضا ما هي الأسباب وما هو العلاج للتقيؤ المتكرر عند الأطفال؟ هو اعتيادي الأم عندما تولد، اعتيادي لما ترضع طفلها، ما هو طفلها يعني، هو جد لح يرضع، تسمي لح يرضعها، وهي هل هي أنه سمعت نصيحة الطبيبة في الساعتين أن هي بكثرة رضع الطفل، مرات كثرة إرضاع الطفل يكون أكثر من حاجته، لأن اعتيادي والأناتومي أو التشريح مالت المعدة يكون صغير، فاعتيادي ذب الزيادة، وبداية عمر الطفل أساساً يكون الفتحة ما بين المرأة وما بين المعدة فيها نوع من الرخاوة، بحيث نقصد احتفاظ بالكمية الكافية في المعدة، فيصير استرجاع بسيط وهذا نورمالي طبيعي. فهي يجب أن تميز بين الطبيعي واللا طبيعي، هل إنه هذه الكمية بحيث تأثر على نمو الطفل، يعني الطفل جاي يسمن الطفل جاي يكبر بالنمو، الطفل جاي لما يرضع يعني كل ما يرضع يذبه كله، أما يذبه في الكمية بسيطة جدا ولا هو طبيعي، هل إنه لما يذب هذه كل رضعة لو فد رضعة واحدة أو رضعتين، يعني هاي الملاحظات كلها تستدعي انتباه المريضة بحيث يتجه للطفل للطبيب إذا فيما إذا كانت هذه الشغلة خطرة، إذا كانت دائما مع كل رضعة وكل رضعة تماما تشعر إنه كل المادة قاعدة تطلع وطفل مجايده ينمو حتى يحصل عنده جفاف، معناها احتمال حتى اكو شغلات مرضيه يعني تكون كضيق في المرء او يعني مشكله في المعي. نعم. طيب ما هي النصائح دكتورة اللي تقدميها للأم تجاه الرضيع وطفلها يعني حتى تقلل من عدد القيء اللي عنده؟ والله هي تربع ربعات المتطلع، تعلم عرضها لأنها كل أم، حتى هذه الأم اللي يعني سوها والدة اللي هي ذكر نسميها، هذه كل ما صح طفلها حطت له الرضاعة بحل، فهذه يجب أن تكون رضاعة طبيعية تسع يعني تكون تنتبي مرة، يعني هو النفس تنتبي سبع مرة، فاعتيادي هذا يتعلم أنه يرضع فترات منتظمة وينام بفترات منتظمة، حتى لما يصير عنده مرض معوي، أما الأم اللي دائما مرضعت رضاعة صناعية يجب أن تعرف مقدار كمية اللي تخليها مع الماء، مرات يعني تخيل أكثر من شيء لفطح، يعني كمية الحليب أكثر من كمية الماء، فبذلك يعني كل عسرة بهذا مدرسة الطفل هاي تحملها، إذا كمية الطفل والربع الأفضل الحليب الصناعي يجب أن يكون بكمية كافية مع الماء، لأنه السخين الطفل الحليب في السخين اعتيادي ينصب المعدة، يجب أن يكون بكمية حليب الأم، يجب أن يكون هناك تناسب بين يعني بين الطفل استعداده للماء استعداده للحليب حتى ما 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 يعني ما يفرض الكمية الدخين اللي ياخذ. نعم. طيب دكتورة، كيف تكون علامات التقيؤ المتكرر المستمر عند الطفل لكن اللي ما يدعو للقلق، يكون تقيؤ طبيعي بتلك المرحلة متقطع، يعني مثلا مرة يعني صبح شوية يعني ردت من يعني من الحلقة أو من الحلقة اللي هي هذه هو سافر رضع وشبع ونام، لما ما ينام لما يرضع ويتقيأ وما ينام معناه ما شبعان الطفل، هذا الطفل ما ماخذ فاتن الرضاع، نعم تدعو للقلق،
اما اذا هو اخذ اللقاء سوى زيادي ما يعني تغير بسيط ونام مرتاح وما في غازات معناها هاي الشغله اخذ هو زياده على اللي تسوى زياده بسيط ياخذ اسبوع. نعم طيب. دكتورة هل هناك أنواع أداء للتقيؤ وبهذه الأنواع ممكن أنه الأم يعني تودي طفلها للدكتور وعرضها على طبيب مختص؟ يعني على وجه أن تستشيرا؟ نعم هل هناك أنواع؟ إيه هل نعم. هناك أنواع يعني تستشيرا؟ نعم هل هناك أنواع للتقيؤ عند الأطفال يعني خطيرة جدا يكون خطيرة ممكن يعني أنه توصل لمرحلة أنه لازم يعرض الطفل على الطبيب المختص؟ أي نعم مين بقول الشيء مثل ما بعث التربيع بالمرض هذا ولادي نعم هذا ممكن أنه ما يكتشف إلا عن طريق الناظر وفي بعض الأحيان يعني قد يكون ناس يفتحها ما بين المرء والمعين تكون ضيقة نعم هل يحتاج لأبطل أخذ جراحي وفي بعض الأحيان لا مثلا أخذ شيء تنزل إن المخ بحيث هو يعني يتقيأ دائما فينطول مثل ودين قطعات نعم يقلل من القابلية على التقيؤ يعني فترة معينة لست اشهر تحسن لست اشهر بها اذا ما تحسن لست اشهر بتحتاج الى فحوصات اخرى وهو النابوب. نعم شكرا لك دكتورة على انضمامك الينا واعطانا هذه النصائح الطبية. مشاهدينا لا تكاد تخلو مجالس النساء في مجتمعاتنا من فلانة رأت فلانا في المنام وفلانة فسرت منام أخرى فتحقق وفلانة تنبأت بكذا في منامها فتحققت رؤيتها وأصبح اهتمام النساء بمحتوى الأحلام في عصرنا يشبه الهوس فما حقيقة هذا الهوس وكيف يؤثر نفسيا اجتماعيا علينا؟ زميل أنس عادل أعد لنا هذا التقرير لمناقشة هذا الموضوع معنا أيضا في الاستوديو الدكتور محمد عبد الحسن. صباح الخير دكتور. صباحكم الله بالخير والعافية أنتم وجميع مشاهديكم الأعزاء والأكارم. دكتور حضرتك باحث في علم الاجتماع وأيضا مطلع على كثير من الأمور والقضايا خلال هذه الدقائق البسيطة جدا أنت أعطيتنا أكثر من نظرية وما يدور في العالم وهذا شيء رائع بصراحة هذه أكيد من يعني من خلال بحثك للمواضيع. لماذا بخصوص موضوعنا لماذا تنجذب النساء للأحلام حيث تعتقد معظم النساء أن الأحلام مهمة أن المستقبل كله يتحدد وفق لما يشاهدوه في المنام وخصوصا النساء؟ خلينا نروح نتابع هذا التقرير مع أحد الزملاء هو لو أنس لو يزن ما رح نختلف يعني ومن بعدها راجعين. أغلب السيدات بمجتمعنا نشوفهم بأنه يؤمنن بالحلم اللي يشوفوه بنومهم بحيث أنه تبني مستقبلها على أساس الحلم اللي تشوفه، برأيك هذا الشيء صحيح أو خطأ؟ والله هو لابد من الحلم والمرأة بحد ذاتها هي كتلة من العواطف ورب العالمين خلقها هي يعني حنان للعالم كليته فلا ضير من الحلم بس بنفس الوقت يعني الإنسان لازم يكون عنده رؤية للواقع مالته وعلى أساس هذا الواقع يواكب بين الحلم والحقيقة فبالتالي نشوفها هي راح تحقق الحلم مالتها بس بشكل واقعي لطيف ويخدمها وبالتالي هي راح تكون سعيدة بحياتها يعني لا تتمسك بالحلم اللي هو خيال ولا تظل هي تعاني من الواقع اللي هو صعب اللي هو صعب فتكون عندها شخصيتها. أنا أقصد الحلم مو الحلم الأمل. لا مو الأمل هي الحلم بأنه تكمل حياتها مع شخص معين أو يكون عندها فد رؤية. أنا أقصد المنامات اللي تشوفها بالنوم يعني أثناء النوم. المنامات تعتمد على أولاً هي بيئتها اللي تربت بها ثانياً الظرف الاجتماعي اللي يحيط بها. فهل ممكن أنه هي تصدق بهاي المنامات كليتها أو مثلاً أكو منامات يعني ممكن تعطيك رؤية ممكن تعطيك فتغيير لحياتك إن أنت مو على بالك نهائياً فالمنامات بها ليصدق وبها ليكذب وأكو منامات يعني تعطيك مثلاً فدفعة
للحياة، لأنه أنت دت تشعر في حالة من الحالات بأنه أكو فد تضييق، أكو فد، فيجيك فد منام يخليك لا تنفض هذا اليأس كليته وتبدي من جديد. فالبنات طبعا هو البنات احنا قلنا بالبدايه رب العالمين خلاها هي كتله من الحنان، كتله من التاثر العاطفي، فليش لا يعني هي خليه تتاثر. انت من ضمن يعني السيدات اللي تؤمن بالمنام اللي تشوفه؟ هو مو كل المنامات صحيحه لا، بس مرات اتفائل من اشوف منام حلو اتفائل به واحاول اطبقه، فعلا احاول اطبقه. مرات يعني الانسان ما يخطر هذا الشيء على باله لكن يجيب بصيغه منام، يعني ليش ما يطبقه ويسوي الحلم يقلبه الى حقيقه؟ شكوا بها ما بها شيء، بالعكس يعني حتى راح مثلا ما يقول هذا الخيال راح يطبقه على ارض الواقع ويخلي الناس هم يعيشون ويا هذا الخيال. شيء اكيد هذا الشيء غلط، لان الاحلام دائما تنعكس بالواقع اللي احنا نعيشه. انا وحده من الناس هوايه اتحلم احلام، بس اذا كان حلم زين عكس انه هو حيصير الحلم زين صح، بس مو راح يتحقق مثل الحلم هو الحق اللي شفناه بالمنام، يعني يتحقق بالحقيقه هذا الشيء ما موجود. بالنسبه يعني ان اذا كنا ناس واعيين مثقفين، احنا هسه بمرحله يعني انترنت ومتفتحين ومتطورين وهذا الشيء، فيعني مو معقول انه يجي انسان يحلم حلم ويعكسه على الواقع، فهذا الشيء اكيد جدا غلط وانا ضد هذا الشيء. اتمنى انه كل واحد يعيش حياته مثل ما هي وينتظر شنو اللي رب العالمين كاتبه له ولا راح يصير. لا ماكو شي سالفة، ماكو الأحلام ما تتحقق دائما صح، احنا دائما نحلم وريد هذا الشيء يتحقق بس ما يتحقق. طبعا اكيد غلط يعني، لانه هو بالنهايه قلت لك حلم يعني مو حقيقه، فما يحتاج كانه تخليه فد شيء بحياته. المراه ما تفكر بعقلها مثل الرجل، اكثر شيء عاطفتها هي اللي توجهها اكثر شيء. مشاهدينا، يعتبر تفسير الأحلام من الأمور التي ثارت حولها معارك جدلية بين أنصار هذا اللون والأطباء والمحللين النفسيين في هذا العصر بسبب ظهور دخلاء وادعياء منهم النصاب المنتفع المشعوذ المنجم، كل منهم أصبح يدعي أنه صاحب كرامة أو على حق وضحية هم عامة الناس لا سيما النساء الفتيات. هل انتشار هذه الظاهرة برأيكم مشاهدينا بسبب الجهل الاجتماعي أم أنها عادة موروثة، وكيفية التعامل مع هوس الأحلام وتفسيرها؟ حيث أكدت دراسة نشرت أخيرا في دورية النوم أن الكوابيس لها علاقة بالحزن والارتباك والقلق والشعور بالذنب أكثر من الخوف. ووفقا لباحثين من جامعة مونتريال في كندا، فإن الأحلام عبارة عن سلسلة لا إرادية من الصور والأفكار الأحاسيس اللي تجري في عقل الشخص الفرد أثناء النوم. فهل يمكن للعلم أن يفسر سبب حدوث هذه الأحلام؟ هذه رجعة مع ضيفنا الكريم والمميز جدا، أهلا بك مرة أخرى. الله يبارك فيكم يحفظكم، حقيقة جملتموني بهذه المقدمة الجميلة واللطيفة. طبعا هو قضية الحلم بحد ذاته هو عالم خاص يعني، وهو علم خاص يعني. الآن حقيقة عندما تطلعين على الدراسات وعلى النظريات تجدين دراسات متعددة ونظريات متعددة، وكل نظرية ربما تتناول الحلم من زاوية معينة، تتناوله بطريقة معينة. يعني الآن مثلا عندما تأتين لقضية الأحلام أو تنطلقين من خلال موروثنا الثقافي أو حضارتنا إحنا اللي نعيش فيها، في غالب الأحيان الإنسان اللي يعيش في جو ثقافي معين أو يعيش ضمن سقف ثقافة معينة يتأثر بهذه الثقافة. يعني إحنا حقيقة ننتمي إلى دين معين وننتمي إلى حضارة وننتمي إلى موروث ثقافي وعادات وقيم وتقاليد ووضع يعني متغيرات مجتمعية اقتصادية وإلى آخره، كل هذه موجودة بالساحة، كلها تأثر. طبعا هذه حقيقة المفردات الموجودة كلها راح تسلط الضغط مالتها على الفرد طبعا. وبالتالي راح تنعكس على الفرد سواء طريقة حديثة صح، بأحلامه مثلا، بتأملاته، برؤيته للمستقبل، بإراداته. أحسنتي. إحنا حقيقة عندنا مثل الموروث الديني، خلي الموروث الديني، الموروث الديني تجدين آيات قرآنية كثيرة جدا إنه تشير إلى أهمية الحلم والأحلام.
الأحلام قد تكون هي يعني صلة اتصال ما بين العبد ما بين الخالق، وأنه هذه الأحلام كمكانية للتحقيق مالتها. وطبعا تجدين أنه حتى سور قرآنية خاصة ربما محورها يدور حول قضية الحلم. نعم. تجدين مثلا السنة النبوية هناك تأكيد كبير على قضية الأحلام، وأنه الأحلام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، منها أنه هي الرؤية الربانية اللي بيها بشرة إلهية أو اتصال رباني بالعبد حتى يوصل رسالة معينة، أو أكو اللي موجود هو الحلم واللي هذا يكون عبارة عن تدخل الشيطان بداخل هذا الإنسان، ربما الكوابيس أو حتى الأحلام اللي بعضهم قد يقول أنه غير أخلاقية أو غير إيجابية أو سلبية، هذا من الشياطين. وفي بعض الأحيان قد تكون أضغاث أحلام، يعني هذا الإنسان اللي يأكل أكلة دسمة مثلا وينام، أو هذا الإنسان اللي عنده فد مشكلة معينة ويعجز عن إيجاد حل إلها، فبالتالي عندما ينام تبقى سلسلة الأفكار متصلة. أنا حقيقة لقيت أكثر من نظرية، بس من ضمن النظريات الجميلة اللي أنا حقيقة اعتز بيها أنه يشبه لك أنه عقل الإنسان عبارة عن سيارة، وهاي السيارة بها اثنين سواق يسوقون، واحد يسوق بالجانب الأيمن والثاني يسوق بالجانب الأيسر، ودي يسيرون بهذا الطريق. أنت بالحالة اليقظة ما دام مستيقظة أنت أو آني، أنت أو آني وكنا يعني، أي يعني أنت اللي تسير ما دام العقل مقسوم أنه جزء من العقل دي يسير هذا الإنسان ويتخذ قراراته وإلى آخره. الإنسان حقيقة يراد ينام حتى شنو العقل يرتاح يأخذ راحة، لأنه العقل راحته الوحيدة هو من خلال النوم. بس العقل من ينام مخه يطفي كل شيء، يعني يبدي يحول الملفات من الجانب الأيسر للجانب الأيمن، يعني هم نايم لازم حتى يتحمل مسؤوليته، لأن هذا يدير الجسم، إدارة جسم وإدارة فعاليات وحركة وإلى آخره. بالتالي بعض الأحيان بعض العلماء يقولون من تتحول هاي الملفات من جانب إلى جانب تنعرض قدامك مثل شريط الفيديو، يعني شريط السينما. فبالتالي أنت قد يكون عندك مشكلة معينة، عندك آمال، عندك طموحات، أكو أشياء باقية في داخلك أنت يعني متأذية من عندها، تطلع لك من خلال هذا الشريط عبارة عن حلم أو عبارة عن رؤية. من تصحين الصبح وكذا راح تشوفين أنه أنت البارحة حلمت حلم. بعضهم يقول لا مو القضية هيك، القضية أنه ماكو عملية فصل بعمليات العقل بالجانب الفكرية ما بين الصح وما بين المنام. فبالتالي أنت عندما تفكرين بقضية معينة متأذية من قضية معينة تنتقل وياك إلى النوم. وحقيقة هواي أساتذة وعلماء لقيتهم عنده مشكلة رياضية أو قانون رياضي ما يلقى له كل حل، بس ينام يلقى الحل قدامه موجود. ممكن مو دكتور هنا ممكن مو لأنه نام، ممكن لأنه ريح تربح شوية. أحسنتي. بعضهم يقول إنه هذا الشد الموجود طبعاً، وكذا والظروف المحيطة به، فبالتالي هو عندما ينام راح يكون أكثر استقرار وأكثر ارتياح وراح يفكر بهدوء وهو نايم. بس المسألة مرات مو تفكير، يعني أنا يعني مجربها بنفسي. يعني من أكون كان عندي يعني دراسة امتحان أو شيء من هذا القبيل، او مو شرط امتحان، اكو فد شيء بالدراسه باق ببالي واريد القي له حل، انا مو من اقعد القي الحل او فقط الحل يظهر لي، لا، معادله كامله كنت احلها بالحلم. اقعد الصبح اتذكرها. المعادله موجوده وعارف حلها. احسنت. تذكرها بالحلم يعني مو اكثر من هيك، مو لا حلها بالحلم. منال مو تذكر، احنا بالفيزياء مو اكو قانون، لا احنا استنتاجات. قانون استنتاجات. عندك بدايه تعال أوصل للنهاية، بالنص أكو فراغ. فبالحقيقة بالحقيقة مدى أقدر شلون أوصل للفراغ؟ بالحلم أنام أحلم. دكتور ممكن تشرب القهوة؟ أوصل بس أنا أشرب القهوة. أنا شاكر لكم. فبالتالي هنا العقل دا يشتغل شغل منطقي، مو مسألة فقط وصل شرارة ولقى النتيجة. ممكن أنت اللي انترمت أخي، يعني خليته يرتاح. أقولك في القضية. أقولك في القضية. يعني احنا الان مثلا بعض الدراسات فيما يتعلق بامكانيات العقل وامكانيات الدماغ، يعني انت حقيقه ما تستوعبها ما تتصورها، يعني مجرد الوصلات العصبيه ما بين الخلايا العصبيه هي تقدر توصل للقمر 68 مليون مره وترجع مره ثانيه، يعني بس مجرد هاي الوصلات. انت عندك خليه واحده بالجهاز العصبي هي قد تدير لها دوله باكملها، يعني امكانيات اللي الله مطيها. سبحان الله. بعض العلماء حقيقه يقول لك حتى مثلا القران الكريم يقول لك انت كلك حافظ. الان اي واحد من عندنا تقول له اقرا القران يقول لك انا ما حافظ القران، يقول لك لا انت كله حافظه. والدليل على هذا انت مثلا تسمع ايه قرانيه تكملها في بعض الاحيان وانت قد تكون ما منتبه بذاك الانتباه. لكن المشكله وين؟ انه كانما هذا العقل يشبه لك اياه عباره عن كنتور عملاق، وهذا الكنتور العملاق انت موزع به شغلاتك الخاصه، ملابسك مثلا، شغلات اللي تحبها والى اخره. اذا كنت مركز وين راح تخلي هاي الشغله اللي تخصك راح تلقاها بسهوله، تتذكر مكانها وين بالضبط. اما اذا انت مثلا تخلي القضايا بصوره عشوائيه، التخزين عشوائي، ما راح توصل لها.
طبعا انت عندك الذاكره بها ثلاث انواع، الذاكره القريبه والذاكره المتوسطه والذاكره البعيده. ممكن احنا مشكلتنا في بعض الاحيان الذاكره البعيده، كثير من الاحيان نرحل بعض القضايا للذاكره البعيده. طبعا قضيه الحلم ايضا في بعض الاحيان قد تكون مثلا بها افكار منطقيه، بها افكار عقلائيه وتنطيك تصور. بعض الاحيان قد يكون انت مثلا عندك في قضيه على مفترق طرق وتختار هذا الطريق لا تختار هذا الطريق، لكن قد يكون قلبك باتجاه مثلا طريق سين او طريق صاد. نعم. بالمنام ينطيك هذه سهلك المهمه وكانما هي عمليه مصالحه بالمنام. لكن هنا هناك ادعيه، هناك صلوات، هناك يعني مواضيع يمكن تتعلق بالدين ايضا دكتور. طبعا. ممكن نتناولها وهي صلاه الاستخاره. مع عن طريق صلاه الاستخاره ممكن بالاحلام راح تقدر توصل للحل. اذا موضوع الاحلام هو ليس فقط مجرد شيء موجود هيك عابر بحياتنا، لا ابدا. اذا الاحلام هو شيء واقعي موجود. قضيه مهمه جدا. يعني مثلا المسلم المقسم الى قسمين، قسم من قال انه الاحلام في بعض الاحيان اذا مثلا من بعضهم يقول من راني فقد من راني في منامي فقد راني. طبعا. وبعض الاخر يقول لك لا احنا ما نقدر نبني على قضيه الاحلام انه فلان الفلاني قاعد من الصبح وقال والله شفت رسول الله قال سوي فلان شيء انتهت القضيه. طيب معنا ايه من بغداد اذا تسمح لي استقبل هذا الاتصال الهاتفي. صباح الخير ايه. صباح الخير. صباح الخير يا احلى بلاول. يا هلا ايه شلونك؟ اهلا ومرحبا بك ايه. حياتي لكم يا ورود، احلى من الضيف وكل كادركم الطيب. حياكم الله. يحييك الكادر كله. ايه شنو سمعتي موضوعنا اكيد؟ نعم سمعت الموضوع. عندي سؤال للاستاذ، يعني التفكير الزايد هل هو يعني تيجي كذا الوحدة حامل وتفكر بالليل هواية في عام دائما أبقى سهرانة طول الليل، يعني في مشكلة وين؟ عيدي آية أنا ما فهمت سمعتي زين. أنا أعتقد إنه كانت قضية يعني الوحدة حامل مثلا ما تقدر تنام يعني بصورة سهلة، يعني صحيح الصعوبة مرات صح. يعني حتى أتعب أحد ما أنام أفكر هواية. طيب من تفكرين هواية وهنا لأنه أكو حمل أكيد راح تكون صعوبة حتى بالنوم بالمشي. يعني الله يعين كل أم حامل. يقول لي رسك موتين صعب الولادة ما عارف شو أبقى خايفة، يعني أبقى أفكر بهذا. طبعا يبدو أنه هي بكر يعني حامل. لا. بكر لأنه الحامل البكر في أول يعني حملها بالتالي تتخوف تضع حسابات أمامها، وطبعا قضية الجنس لا. المولود أيضا راح يكون حاضر. لا تخافين يا آية يعني الموضوع ما يحتاج لقلق. لا لا أعتقد هو حقيقة مسيرة الإنسانية من خلال الشاشة مسيرة لا. الإنسانية من الله خلق إلى يومنا هذا هي تمر بهالظاهرة الطبيعية. نعم. المشكلة حقيقة أيضا فلسفتنا إحنا للأشياء، يعني شوف جنابك مثل المجتمعات الغربية قضية الحمل قضية الحمل مثلا وقضية الولادة يعتبر من أجمل الأشياء اللي تمر بها المرأة. هناك عملية تزيين لقضية الولادة بحيث تعتبر كأنما هي حفلة أو ونسة. وفي بعض الأحيان تشوفين مثلا الفتيات اللي ذهبات مثلا يروحون صالون وجميلة جميلة جميلة إلى درجة والملابس في حين إحنا حقيقة بناتنا مثلا تروح المستشفى تروح تبكي وأمها ويروحون مسابح ويروحون هم على وجه. وبعض الأحيان تبقى مثلا صالة الانتظار تبقى حتى تنتظر مثلا دورها. هذه ثقافة. أنا أعتقد حقيقة أكو قضية جدا مهمة أنه أنت عقلك الباطن عبارة عن صندوق، يعني بماذا تعبي سوف يظهر لك بالنتيجة أو بالنهاية. إذا أنت تنطي إحساس نفسك أنه أنت قوي القضية راح تكون بسيطة، القضية راح تكون سهلة. هناك الآلاف بالمئات بالملايين في كل يوم سرعة قضية ولادة وقضية حمل، أنه أنا محظوظة أكثر من غيري من الله سبحانه وتعالى رزقني بهذا الرزق الكريم. أنه أنا يفترض أحضر نفسي ما بعد الولادة شنو الأشياء اللي أسويها أفكر لو بها راح أضل قلقة بعد الولادة. لا لا أحلم بقضايا إيجابية راح يكون الموضوع سهل. ولذلك تجد حتى بالسنة النبوية يقول لك أنه معناته أنه استحضر الخير راح تجده في حياتك. طيب أو تفائل بالخير تجده. في آخر من زهراء. صباح الخير يا زهراء. الو صباح النور. صباح الخير مرحبا زهراء. الو زهراء. زهراء معك تفضلي. الو زهراء تسمعينا؟ الو اي نعم اسمعك. اهلا ومرحبا بك زهراء. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا زهراء. انت اكو تلفزيون يمكن يمش صحيح؟ حاولي تنصين التلفزيون اوكي ماشي. بس ضعي علينا واسمعينا من التليفون. اوكي نصيت التلفزيون. زهرة شلونك ويا الاحلام؟ يعني سبب لك هذا الموضوع هاجس؟ يعني مرات يعني اني احلم نعم. بس اجي مثلا الصبح اريد يعني تتذكرين يعني افكر بالحلم بس انساه يعني ما اعرف. هذه هم مشكله نعم. فعلا. طيب هاي مشكلتك زهراء؟ اي ومرات يعني هم احلم بس مرات يعني شلون
احلم انه انا دا يعني شلون دا يبوني او دا يبوني هيك يعني فلوس او ذهب او هيك شغلات يعني. طيب شكرا جزيلا لك يا زهرة. أكثر المتصلين هم نساء، وإحنا موضوعنا أصلا عن الأحلام النسائية دائما يتحدثون بهذا الموضوع. قضية جدا مهمة. أنا حقيقة من خلال يعني احتكاكي بالمرأة العراقية على وجه العموم، حقيقة المرأة في مجتمعاتنا تعاني من الضغط، هي متنفسة الوحيد، تعاني من الضغط، تعاني من الكذب، تعاني من أحلام غير متحققة، تعاني ربما من قضية العنف، يعني قضايا كثيرة تسلط ضغوطها أو ثقلها كلها على المرأة. فبالتالي إنه الإنسان عندما يكون مكبوت أو عندما يكون مضغوط أكثر من لازم، لابد أن يجد المتنفس، وهذا المتنفس طبيعي. من ضمن المتنفسات الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى خلها للإنسان أنه هذه الأحلام، هذه الأحلام في بعض الأحيان قد تكون هي عملية معالجة للمشاكل اللي يمر بيها، قد تكون في بعض الأحيان تنطي نوع من الحافز أو الدافعية باتجاه تجاوز هذه الأزمات، وفي بعض الأحيان هي قد تكون تعبير عن هذه الأثقال وهذه الهموم. طيب ليش المرأة تكون أكثر اهتمام من الرجل بتفسير الأحلام؟ يعني إحنا ضغوطات علينا كلياتنا نساء ورجل. حيدر الإجابة ودكتورنا العزيز طبعا يعني أكيد المواضيع معك أكثر من رائعة. رح نروح إلى الموجز، موجز الأخبار، وبعدها حتى نرجع نستكمل الموضوع. يعني واجدة نسبتها علي تتحل المعادلات بالحلم، خلي أسألها من نكمل البرنامج. يمكن هي أيضا كثير من القضايا يعني قضايا علمية الآن مثبتة، يعني مثلا البنزين وغير البنزين، وأكو معادلات رياضية وأكو معادلات هندسية جدا عملاقة، وأكو يعني كثير من القضايا هي تم حلها من خلال وجود أكو أمور كثيرة أيضا مارين بها المشاهدين. وهي شو القضية جنبك؟ اللي يطلع على اللغة الإنجليزية مثلا يلقي نفسه بالحلم مرات من دا يحلم يتكلم الإنجليزي أسرع وبلباقة وطلاقة أكثر من لأنه يتخلص من الشد والضغط اللي موجود. ما تفضلت الأخوت يعني قبل قليل قالت أنه في بعض الأحيان هو حركة الفكر واحدة والعقل هو واحد، بالتالي عندما تكون عنده بعض الإشكاليات الفكرية يعني، لكن بالحالة الاعتيادية ما دام هو صاحك وضغوطات أكو مشتتات، بس من ينام هالضغوطات وهالمشتتات راح أنه تبتعد عنه، وبالتالي راح يقدر يفكر براحته. فأعتقد يعني ربما من هذا الجانب يعني قبل المجلس أنك أنه الضغوطات على الطرف بين المرأة والرجل هي تقريبا وحدة بالمجتمع، لكن الرجل غير ميال بنفس الدرجة إلى تفسير الأحلام مثل ما مهتم بها المرأة. أعتقد هو ما أتفق وياك بهالمنطوق هذا. أولا أنه الرجل حقيقة والمرأة لا تمارس عليهم الضغوطات بنفس الكيفية والماهية. أنا ذكرت يعني تقريبا هذا وحدة. اثنين، ثقافة المجتمع تلعب دور في بعض الأحيان. يعني أنت بثقافتك الرجولية تربى على أن تكون صلب وتكون ميال للقوة وأن تشق طريقك وأن تختار الأشياء بمحض إرادتك وماكو شيء يفرض عليك من الخارج وأنت وأنت وإلى آخره. في حين المرأة مثلا يفرض عليها خلال الثقافة الاجتماعية تكون تابعة للرجال، تكونين سباعية، تكونين مطيعة، تكونين حبابة، ما تسوين شيء مو حلو. يعني المرأة مثلا إذا تزوجت ما راح يسألون الرجال ليش ما أنجب، ليش أنت ما أنجبتي، وإذا أنجبت ليش جبت ابنية، وإذا جابت ابنية ليش ما راح تربينها. هي أصلا كليتها هي كلها يم الرجل مو يم المرأة. أحسن. وبالتالي في بعض الأحيان يعني المرأة فضلا عن ذلك أنه أحد الأخوات قالت أنه الجانب العاطفي، المرأة بحكم طبيعتها العاطفية كثرة الأمنيات وكثرة الرغبات وكثرة الإحباطات يعني تجد أنه متنفس مناسب لها أنه شوف الحلم هذا لربما يكشف لها عن هذا الواقع المغير. طيب دكتور، هل صحيح أن الأحلام يمكن أن تساعد على التعلم عندما يحلم الدماغ، عندما تحلم الحاسيس المشاعر عند البشر كان رجل أو امرأة؟ هل أنه يساعد على تعلم حل المشكلات ممكن أيضا الانتقال لي؟ أحسن. كثير من البحوث والدراسات العلمية أشارت وأكدت أنه الإنسان يستطيع أن يتعلم من خلال النوم. يعني وأنت نايمة حقيقة أنه السمع يبقى يشتغل، أنه المدارك العقلية تبقى تشتغل، وبالتالي إذا مثلا أنه عندك مثلا محاضرة علمية تقدرين وأنت نايمة تسمعي لها، إذا كنت ما مرتاحة مثلا تقدرين تشغلين موسيقى هادئة مثلا وتنامين. دكتور كثير من الحالات ممكن كثير من الناس من تحاججهم تحكيهم تناقشهم تلاقيهم لو ترجع بي الموضوع تركز عليهم شوية تلاقيهم بأصغر حلموا بأن يكونون مثلا على سبيل المثال مشاهير، أو حلموا في يوم من الأيام أن يكونون بسلطة، حلموا أنه يمتلكون سيارة، حلموا أنه يمتلكون بيت إلى آخره. بالكبر يتحقق هذا الحلم. أحسنتي. ولذلك احنا حقيقة دائما نقول انه العقل الباطن عندما تعطيه كمية زخم عالي من الامل هنا الطريقة اللي نعطي بيها
أكو قضية جدا مهمة احنا ملاحظينها طبعا من كنا صغار كانت في بياتنا يسولفوننا قصص وهذه القصص فيها نوع من الروعة وبيها نوع من الأمل وتلتقوا يا الحبيبة ما بيها أي سوداوية وما بيها وتلتقوا يا الحبيبة وتصير أنت فارس الفرسان وتصير أنت شجاع وتقهر الجيش الآخر وتوصل للأميرة والبنية أيضا يعطوها أمل بأنه تلتقين فارس الأحلام. الأوروبيين ربما أفضل من عندنا بأنه عندهم هاي الثقافة المعتادة أن يقرؤون قصة قبل النوم للأطفال وفي غالب الأحيان هاي القصة بيها أمل بيها تشجيع بيها مثابرة بيها عملية استخراج الطاقات الكامنة. مع الأسف في بعض الأحيان يعني احنا الطفل بالليل قبل نام ولازم وقبل نام لازم تقرا الواجب مالك وقبل تقرا الواجب مالك حضرت لو ما حضرت لازم تحضر ثاني من الامتحان واذا الامتحان اخذت بيه 89 انت مو خوش طالب وانت بالتالي احنا راح مجرد نعبيه قضايا سلبيه وربما حتى كثير من اطفالنا انه يقعد بالليل هو عنده كابوس ما عنده فد حلم حلو يعني نادر ان اشوف طفل او طفله الان عنده فد حلم جميل او حلم حلو. القضيه المهمه انه انت قدر الامكان شجع ابنك انه والله انت صوتك حلو مثلا بالامكان تصير في يوم قارئ كبير جدا انت شكلك جدا جميل مثلا في يوم من الايام تصيرين في سيده مجتمع مثلا انت عندك شخصيه قويه عندك بالالقاء ابنك حقيقه او بنتك او حتى نفسك انت اصنع نفسك في بعض الاحيان الان الدراسات العلمية أثبتت بأنه أنت عنصر من عناصر التجميل والإشراق في الوجه أنه أنت تشوف نفسك وتقولها أنه أنا جميل أنا حلو أنا مرة وصل لدرجة النرجسية لا مو نرجسية هو القضية وين نعم. يعني الآن بعض العلماء مثلا بعض الأخوات اللي هي عندها شراهة بالأكل وتأكل باستمرارية لأن هو تشعر أنك ضغط أكو مشاكل عندها طبعا هذا الأكل حقيقة هو راح أنه يفرز هرمونات من الدماغ حتى الجسم يتكيف ويا هذه المشكلات يعني إلى آخره. يقول لك الآن خليك فد ورقة صغيرة على المرأة أنه أنا جميلة مثلا أنا ولا ممكن تنظر إلى المرأة تتكلم مع نفسك أحسنتي أنا عندي أشياء إيجابية مثل موجود داخل طبعا العلم هاي قضية تحدث مع النفس احنا حتى عندنا حيث أنه السنة النبوية أن الواحد قبل لا ينام خلي حاسب نفسه خلي يقعد له شوية مثلا سويت العمل الفلاني سويت القضية الفلانية شلون راح أتجاوز القضية الفلانية شلون راح أكون ناجح مثلا في عملي في أداء واجباتي. احنا المشكلة مالتنا بعض الأحيان قبل النوم بذات النساء يعني شكو مشكلة عندها تستعرضها قبل النوم بالتالي راح يجي هذا شريط الفيديو بالتالي سرت الآية وما تقدر تنام بالضبط هي شاكة بزوجها هي شاكة بزوجها وشوف زوجها مرغوب من خيانات دكتور ليش كثير من النساء يحلمون بهذا الموضوع لو زوجها دا يخونها لو دا يزوج عليها مرة ثانية عليها لو حبيبها مثلا ما يحبها أو خانها لكن المهم هو دا يتزوج أنت حاضرة بعرسه الشريك يعني هو بكل الأحوال الشريك أوكي دائما تحلم بهذا الموضوع. أيضا ردنا على المتصلة من قالت إنه أنا مشكلتي أنسى الأحلام ما أتذكر أحلامي. أكو قضية جدا مهمة أكو بعض الأحيان من الأهمية بحيث الإنسان يكون فعلا حاضر عنده هاي يسموها الأحلام الدرجة الأولى من الدرجة الأولى تكون بها مضمون فكري مثلا حل مشكلة معينة ربما يعطيك في قضايا رمزية باتجاه المشكلة الفلانية كنت تفكر بيها تحظى إنه باهتمامك. بعض الأحيان هذا الإنسان طبعا العلم العلماء يقولون الآن الحلم هو عبارة عن يعني فايل عملاق وكله مضغوط يعني الآن الحلم إحنا اللي نقعد ساعتين وثلاث ساعات نتحلم به ماكو عبارة عن أجزاء من الثاني في بعض الأحيان يكون أجزاء من الثاني وبالتالي هذا الكم المضغوط يعني يجيك في الأجزاء من الثاني. المشكلة وين إنه بعض الأحيان هذا الإنسان يجي أكثر من حلم يعني أكثر من حلم وهذه الأحلام بعض الأحيان قد تكون يعني موزعة بصورة غير مرتبة بعض الأحيان هو الأحلام هذه أصلاً مو بديش الأهمية يعني بحيث إنه فعلاً العقل يحفظ لعد النساء ليش يصدقن بالحلم يعني يدري انه هو حلم ويصدقن خلاص انه راح يصير لا ممكن بعض الاحيان القضيه هذا مؤشر لفلان مساله يعني القضيه وين احنا القضيه وين احنا حقيقه بالذات يعني مجتمعاتنا التقليديه عندها تعلق بعالم الغيب يعني تعلق كبير جدا وحقيقه لقيت دراسه تقول الانسان عندما مهم ليش الانسان عندما يعيش في اوضاع ما بيها فتح حلول وماكو رؤيه للمستقبل يلتجئ ماكو ضوء في نهايه النهار ما هسه احنا عايشين يعني احسنت بالتالي انه هذا لعل وعسى ان يجد ملاذ امن الى من خلال هذه الاحلام فاذا هي وسيله دفاعيه وبالتالي حقيقه تجد طبيعيه اذا هاي الناس الناجحين مثلا او الناس المستقرين في حياتهم ربما نادرا ما يحلمون لا وتلاقيهم عايشين بغير عالم حتى من تفكيرهم عباره عن نظريه معينه بس قسم من اللي يسمعونه راح يقولون لا أنا أحلامي فعلاً اللي أشوفه بالإيدي يقول لك يتحقق أنا نظريتي تدري هنا شنو دكتور قبل قليل قلت الإنسان بالصح وماته بالحياة الطبيعية يمكن ما راح يقدر يحلل الأمور بشكل منطقي ما يلقي الحلول المنطقية فبالتالي من يصير هذا الحدث ما راح يحلل نتائجه بعد كم يوم إيش راح يصير بالشكل السليم من ينام لا الأمور راح تتوضح بذهنه راح يحلل السلوك المنطقي الصحيح فراح يستشرف بالمستقبل نتيجة اللي صار اليوم
شنو راح يطلع كانما حلم، فهو من تحقق مو مساله انت شفت غيبيات. قضية همية. عقلك حلل صحيح. قضية ربما ايضا اجي وياك بها. نعم. في يوم من الايام كنت مع احد علماء الفيزياء الكونيه. هذا رجل عنده نظريه بانه في بعض الاحيان انت تصفنين هيك وتتصورين انه راح تشوفين فلان او شفت فلان مثلا صورة فلان. لا. وهذا فلان مثلا صار 5 سنين ما شايفته انت وفعلا ورا 5 دقائق راح تشوفه. دا يقول لك انه هذا انه كانما اكو فد مسافه طوليه مسطره عندك وهذا المسطره اكو مثلا 50 كيلو ما بينك وبينه. هذا المسطره اكو الان مساطر جي عند الاطفال تنطوي يعني يعني مقدمتها تجي على مؤخرتها. يقول بهذه اللحظه انه يصير وكانما انطواء في قضيه الـ الوقت يعني بحيث فعلا تشوفين اللقطه هذه وتعودين الى مكانك الاخر. طبعا هذا ايضا حتى ما يتعلق بالبعد الزماني يعني البعد الزماني والمكاني نفس القضيه. أنا اللي أقول حقيقة إنه إحنا الآن نتعامل مع هذا الكائن الإنساني. نعم. ومجموعة عوالم هي محيطة به. يعني الآن إحنا حقيقة ربما نحضرها يعني نتحاكم أو ربما نحاكم قضية الأحلام من خلال العلوم النظرية العلوم التطبيقية. دكتور أنت يعني أنت إنسان بطبيعة الحال أنت ممتلئ جدا. الله يبارك. والموضوع مهم أيضا وأعطيته أهمية أكثر بصراحة وهناك متعة بالحديث معك والنقاش. يعني حضرنا كم نظرية شنو وين وصل علم الاجتماع أكثر، لكن خلينا ننتقل إلى موضوع بعدها حتى نرجع لنستكمل. ننتقل معكم مشاهدينا إلى حفل تخرج 230 ضابطة برتبة ملازم. واو هذا أول تخرج لضابط في الكلية العسكرية، وهذه أول دورة لتخرج ضابطات من الكلية العسكرية لدعم وإسناد القوات الأمنية في مهامهم بالحفاظ على أمن وسيادة البلاد، فتحية لهم. أبرو أم بتشكن خوا بتكنيك سربازين خوا ده فكاريا براين خوين بش مرقكين نتنه هنده جياني خوا قوري ولاتي كين جياني مجيل قلوة قرباني آخا بيروزا كردستان بيت لگورپان است خلاص سربازی لگورپان اکادیمیا زاخو خلا 21 یا تایبت به آفرتان برید چید افرو روژا درچونا 202 آفرت سربازه لوه پیروز بید لکسو کارن و پیروز بید لوه دیکا مهربانا هین فرورده کرین لوی باب سربلنده هین پیگهان دین سربازی برای ودچن لهر ولاته که پیش کفتی لهر جهه که تدا آفرت بجدارد بن لخلک به تمامی بهت تایبت کرن بو آفرت لروش حالات آناوین و جارا ایکه خلا بیستو ایکه مشاهدينا مثل ما نلاحظ ونتابع هذه أول دورة من نوعها في إقليم كردستان العراق بشمال العراق الحبيب، وأيضا طبعا هذه الدورة مشرفة بصراحة، وهناك كانت مطالب عديدة وكثيرة من قبل النساء ليكون لهم دور في الساحة العسكرية، وأيضا لهذا التنظيم المهم جدا والفريد من نوعه بصراحة خصوصا بالعراق يعني. ويعني استنادا على هذه المطالب كانت هناك استجابات من قبل الدولة من قبل مسعود بارزاني وأيضا رئيس الأقليم، ومثل ما تشاهدون هو موجود وحاضر، وهذه تخرج أول دورة برتبة ضابطات. طبعا هم طالبوا بأن يكونون محاربين لتنظيم داعش الموجود في العراق،
وبالتأكيد بلا شك المرأة العراقية هي منذ القدم وحتى الآن هي دائما تصنع المستحيل وتكون هي قوية وموجودة وحاضرة بكل الميادين على مستوى كل الأصعدة الاقتصادية أيضا السياسية والآن العسكرية. نتمنى مثل هذه المطالبات تكون موجودة حتى في الوسط والجنوب، ونحن قادرين على أن نحقق ونغير بكثير من الأمور اللي موجودة، وأيضا نغير من واقع العراق المؤلم. فقدنا الكثير من السنين، والآن نفقد الكثير من السنين، والآن موجودات أمامكم المرأة العراقية بشمال وكردستان العراق، نتمنى تكون موجودة بالوسط الجنوب. خيشكو كيتشن فيش مرغونن بلش فرشجرتين عافا زلالة خابيرينة أبرو وبو الصبحي دمل بملي براين خواه ميدانا خباتا چكداري خباتا آوا كرنا كيان كردستانا سربخو بلند كرنو هلدانا آلاي شرفمند كردستاني بسلاوكا مي برزو بلند كن هم خير بين عبرو كبو ميدانا خباتا لشكري چكدار بچك زانستو اكاديمي علومو زانستن سربازي خیر بین کچن با جیر زاخو با بنگه سلابی بسرك بلند با بآلاين كردستاني وآلا عراقي بويني جنرال بارزانيين أمر كيچن درچوين خلا بيستو ايك يا أكاديميا سربازيا دول زاخو ريبيبانا آساياخو لغورابانا أكاديمية بردوام ديكن صلاب الوبن صلابت کردایتیه صلاوت نشتیمان پروریه بسوز و مهربانی آخوه بروانیه ج آخا پیروزا کردستانه بکن جناب سروکی گوت کچن کردا هما شرط و برخدانیه نه او چکل ملی و افرو شرفك دي لسر شرفك كجبون و كردبون و لو بيروس بيت او شرف هر کسه كي روشكا پشمرگايتي كربيتن چل ايلول يالگنان ناو خالت باشت زانيت اف جند میجویا خبات دا کردائیتی دا خالت بو خالت هانا پیشمرگی بو خالت بانکا زاخه بو خالت لما تلاحظوا أعزائي المشاهدين، يوم المرأة في كردستان العراق تقوم بدورها داخل المؤسسة العسكرية وفي الدفاع عن الوطن ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي. كفاءة عالية لاحظناها من خلال الاستعراض، أداء جيد. نتمنى أن تكون هاي هي البذرة الأولى لدخول
المرأة العراقية بشكل فاعل أكثر داخل السلك الأمني العراقي. احنا نلاحظ المرأة موجودة اليوم في الوسط ضمن دوائر المرور مثلا، في تشكيلات وزارة الداخلية، ربما بعض الأمور الإدارية أيضا مكلفة بها المرأة بشكل أو بآخر، سواء برتبة أو كمنتسبة في وزارة الدفاع، لكن بشكل فاعل ومباشر وبشكل رسمي وعسكري وتحمل رتبة مستحقة. نتمنى أن نشاهد كثير من الدورات المخصصة للنساء اليوم في مختلف الكليات العسكرية الموجودة في بقية محافظات العراق. شكرا حيدر. فبالتالي بذرة خير هاي، والمرأة فعلا يجب أن يكون لها دور أيضا بالعمل الأمني العراقي. نعود مع ضيفنا الدكتور. يمكن أحلام كثيرة اليوم تحققت بالنسبة لطالباتنا العزيزات بتخرجهن، طموح كان في يوم من الأيام قدرا أن يحققنا اليوم. نرجع إلى موضوع الأحلام، لكن أحلام النوم مو أحلام الطموح والواقع. يقال أنه الوجوه اللي تشوفها بالحلم هي مو أنت اللي تخترقها أو تبتدعها، أنت شايفها ربما قبل سنة قبل 10 سنين ومخزون هذا الشكل بعقلك الباطن. يقولون لا مستحيل ما شايف هذا الشخص. مرات أكو أشخاص بالحلم إحنا ما نعرفهم، يظهرون بشكل معين، حتى من نقعد أقول زين هذا منو اللي إجاني، فيقولون العقل غير قادر على ابتداع ملامح معينة بالنوم. لا هذا أنت شايفه وما تذكر وين وطلع لك اليوم بالحلم. جائز هو مو نفس الشخص، يعني من تحلم أنه هذا صديقك أو هذا مدير عام أنت شايفه، جائز مو مدير عام. خلي أقول لك شغلة. نعم لكن فرويد يقول في بعض الأحيان شوف بني آدم أنت من الشفاء النظرة الأولى قبل تحبه، يعني تستشعر أن أنت شايفه سابقا. يقول لك أنه هاي أنت شايفه في مرحلة الطفولة في مرحلة معينة ما وخزنته في عقلك الباطن، عندما أجى شخص يشبه أو قريب يشبه من عنده أنت قبل عكست التجربة السابقة على هذا الشخص الحالي. وفي بعض الأحيان شوف بني آدم أول ما يشوفه يقول مترتاح له، يعني يقول لك أيضا أنه هذا الصورة وهذا الشخص أو ربما شبيه إليه كان عنده تجربة سابقة معه وبالتالي عكسته عليه. جناب الكريم هذا ربما يصدق أيضا على قضية الأحلام. نحن في غالب الأحيان هذه الأحلام هي تعبير عن واقعنا، عن طموحاتنا، عن آلامنا، عن مكبوتاتنا، عن رغباتنا المستقبلية، وبالتالي تخرج لنا عبارة عن هذه الأحلام. لكن أيضا لا ننسى أنه احنا عندنا حقيقة أبعاد أخرى من هذه القضية، وقد تكون هي عوالم غيبية، قد تكون يعني خارج نطاق موجودة خارج نطاق المحسوس. أي نعم أنا حقيقة أعتقد أنه أكو عوالم أخرى احنا ما وصلنا لها من حيث الناحية العلمية. عندنا الآن الميتافيزيقية عالم جدا واسع، وبالتالي قد فعلا أنه يصدق عليها أنه قد تكون انت عندك اتصال بعوالم اخرى، وهذه العوالم الاخرى ايضا شاركنا الحياه. اذا دكتور احنا متفقين على هذه النقطه، ويا ريت تنطيني من وقتك اليوم ان شاء الله ويكون هناك اتصال ومحاوره نقاش واخذ من عندك ما موجود من ثقافه. شكرا جزيلا لك. شكرا جنابكم هذا الحضور المميز حقيقه، وجنابكم بما تكون من طاقه وعلميه وثقافه، انتم تعملون عصف ذهني للضيف وليس الضيف هو الذي يكون متفضل عليه. هذه شهاده نعتز بها من حضرتك. بارك الله فيك. مشاهدينا ما زالت بعض محل الخياطة تقاوم الزمن رغم تقلبات الأمزجة والموديلات وطرق الخياطة الحديثة، كذلك ألوان الأقمشة ونوع ماكينات الخياطة المتطورة وحركة الخيوط وهي تسرع للامتزاج مع القماش لتنتج حلة رائعة تلون الواقع بصورة الجديد والجميل. أحبتي مهنة الخياط هي من أقدم المهن في المجتمعات الإنسانية، لارتباط الملابس بالناس على مر العصور والأزمان، وكذلك ما تزال تحقق مردودا لا بأس به حاليا، وارتبطت بالمجتمع الحاجة المستمرة لها. لكن هذه المهنة في العراق شهدت حالة أشبه بالانقراض بسبب سيطرة الملابس المستوردة وسهولة شرائها ومنافسة أسعارها للمنتج المحلي. عن الخياط ومتاعب الخياط يأخذنا الزميل يزن ساجد وهذا التقرير. صباح الخير أعزائي المشاهدين. مهنة الخياطة واحدة من المهن ذات صيت محترم في كافة المجتمعات، فهي رغم بساطتها فهي تحتاج إلى دقة ومهارة وصبر في العمل. فقرتنا لهذا اليوم هل مهنة الخياطة ما زالت محافظة عما كانت عليه في السابق؟ ويانا خلينا نطلع أهم الآراء. أنت كخياط قديم في هذه المنطقة، مهنة الخياطة ما زالت محافظة عما كانت عليه في السابق أم قلت؟ لا بالوقت الحاضر قلت بواسطة الملابس المستوردة، قل العمل مو مثل الأول. بالبداية كل الزبائن يقدر أن يفصل بواسطة الأقمشة موجودة وفصائل الخياط عادي متعودين على الخياط، بس بالوقت الحاضر حاليا يعني بسبب الملابس المستوردة أصبحت العالم توجه على الملابس المستوردة أكثر من الفصائل. والعمل طبعا قل، بس إحنا بالوقت الحاضر مو كامل الفصائل والخياط، بس تصليحات يعني مجرد تقريم. بالضبط تقريم. نعم
يعني في السابق كان عليكم مثل حركة أو ناس؟ أي شيء منتهين، الأغلبية كانوا هم بس فصل، متعودين على الفصل، يعني ذاك من ذاك اللي يتوجه على الملابس المستوردة أنا يأخذ، بس حاليا بالوقت الحاضر على الأغلبية على المستورد. نعم. يعني قليل، نادر أن يجي واحد يفصل، ما يكون هذا الشيء. بالنسبة للإقبال على الألبسة الجاهزة أكثر مما هو على يعني اعتمادهم على الخياطة، فالملابس الجاهزة عليها إقبال أكثر. شنو السبب؟ يعني السبب أول شيء كنوعية القماش والفينيشن مال الخياطة، يعني تكون مرتبة أكثر مما هو إذا خيطها يم الخياط. نعم. زين حاليا مهنة الخياطة كيف أصبحت بعد دخول الملابس الجاهزة؟ يعني قلت بالنسبة للخياطة، يعني التفصال يفصلون قليل جدا، أكثر شيء يعني يكون إقبالهم على الخياطة الملابس الحاضرة. يعني هسه الخياطة أصبحت مجرد تقريم يعني أو كف؟ فعلا، يعني أكثر شيء هسه، يعني أنا أعرف واحد أبو يعني هو خياط مالقوط، حول إلى أن يقرم بناطير على مود يمشي شغله. فرق عن قبل؟ كثير. من أي ناحية؟ من ناحية أولا الناس قامت تتجه للحاضر للجاهز لأنه رخيص، قام يدخل يعني يدخل برخص مو طبيعي، يروح للصين يسوي له نوعيات رديئة ويجيبها يمشيها بالسوق. فأنت بالنسبة لك تنتجي أيامي أنا كخياط، القماش غالي، كروة مثلا روح أجيب القماش شغلات هواية كلها غالية، فأنا بالنسبة لي راح يكون أغلى من السوق أسعاري، فهاي قلت بيها عندنا. نعم. والمعامل هم ما بقوا ثلاث أربع سافرت اللي باقين. يعني أيام زمان كان مثل العمل هو يسدد إيجار أو غيره. أستاذي العزيز إحنا كنا بالعيد نسهر نبات بالمحل لأجل الشغل دنكمل مع العالم. هسه حاليا بالعيد بالعشرة دنعزل. قبل أحسن شانه، شان اللي يجي يريد لقمة يروح يفصل، رخيص عليه، مواد موجودة، شغل مضبوط، يعني متروح تفصل شوف القميص بيه يعني متلبسه مرتاح. هسه لا، هسه قبل كان الياخي إذا ما القميص ياخي شي يخليه مثل لاصق مرتب، هسه يخلي كارتونة من تغسله شوف على ملابسك صارت هوست، على واحد لازم ينكت لك هذا القطن مع الشنيط يطلع. نعم. يعني قل عملكم احتياجي بهذا الجاهز. هسه شد وانا مجرد بس يجي بنطرون قصه كفاية، قبل وين تخيطه ولزقه وترتاح يعني للشغل زباين عليك، هسه يجي قصه بنطرون مستعجل، لو يوقف لو ما يوقف. ثاني هذا الصيني اللي جه هسه ما حد يفصل بعد، كله جاهز. دشداشه هسه دشداشه، قبل عندنا خياطين خير من الله، هسه تجي هاي الدفه وغيرها صح هي مرتبه ورخيصه، بس لا تفصل تصير للطالع اغلى من الوجه. والله خياطة تقدر تكون تقول معدومة نهائيا، ما عندنا اي شيء جاهز او مخيط من معاملنا او مصانعنا، كله مستورد وكله تركي، واللي محلات تجيبك اغلبيتها تركي واكو صيني مستورد. اي بس كصناعة محلية ما عندنا نهائيا، بس على قد خياطين جماعتنا يعني تقريم تقصيف يعني هالشغلات فقط. ما فكرتوا بان تكون اكثر بضاعتكم الخياطين؟ والله يعني احنا نحب الصناعة ترجع والخياطة ترجع، لشان اكو بدلات، اكو قمصان سميراميس، اكو غير ماركات امينة جاهزة، يعني هواي شغلات كانت موجودة ونتمنى ترجع ان شاء الله، وحتى ما حد نقدر نجيب منا محلي مستورد كل شيء نشتغل احنا شيء حلو وزيان نشتغله، بس ان شاء الله نتمنى ترجع الصناعة العراقية. اليد العاملة اغلى، الخماية تكلف، استيراد يكلف كخماية، أما الملابس الجاهزة حاضرة كقياس كموجود كماركة كجودة ونوعية، أما الملابس الخياطة ما توجد تنعدم للسبب اليد العاملة كلش غالية. مشاهدينا 25% من الأزواج يواجهون مشاكل في عدم الإنجاب في السنة الأولى من الزواج، وعدم الإنجاب لا يعني بالضرورة العقم، لأن العقم بالمصطلحات الطبية هو الحالة الدائمة التي لا أمل معها في الإنجاب. 40% من هذه الحالات يكون السبب فيها متعلق بالمرأة، و40 متعلق بالرجل. هنالك نسبة ما بين 15 إلى 20% من الحالات أسبابها غير معروفة وغير محددة وواضحة. الدكتورة رح نتحدث وياها بفقرتنا الطبية عن المواقع وموقع طبيبكم.
عن مشاكل العقم، عن الرجال والنساء أسبابها وأنواعها وسبل العلاج. الدكتورة رواء الجنابي أخصائية نسائية وعقم. صباح الخير دكتورة رواء. أهلا وسهلا بكم دكتورة. لماذا تتهم المرأة دوما تتهم أنها سبب العقم؟ يعني هي المرأة دائما عليها اتهامات، يعني ما أعرف ليش أنه دائما كلها المرأة ما تجيب، المرأة ما تخلف، المرأة عندها مشكلة، كلها المرأة علميا أنه إيش كده النسبة ممكن أنه من عندها العقم أكثر من الزوج. أوكي. لكن الزوج أيضا عنده نسبة لا بأس بها. إيش كده نسبة النساء وإيش كده نسبة الرجال؟ لا طبعاً هاي تعتمد التكنولوجيا التطورات، لكن هي أكثر شيء يعني إحنا نقول 15% أسباب غير معروفة، يعني أكو عقم بنيات مجهولة، وجزء اثنينهم طبيعي، يعني الرجل طبيعي سبحان الله والمرأة طبيعية مشيئة الرب هنا. وتشوفيهم إذا تفارقوا وتزوجوا كل واحد غير واحد يعني يصير عندهم أولاد، هاي تلاقيهم ما يحبون بعض. هنا ما صار يعني ما أعرف يعني يحبون. كنت هم بعد أقوى للمرأة أو تساؤل ملح دائما، هاي يقول لك إنه أنت خلقتك بس بنات، يقولون لا هو صوت الرجل طبعا هو اللي يزرع. علميا دكتورة لا علميا السبب منه علميا المرأة. أها شلون دكتورة؟ شلون علميا المرأة؟ ليش؟ لأنه البيضة بيها مستقبلات ريسبترز، نعم. هي اللي تستقبل المني، فالمني هو اكو ذكري واكو انثوي، نعم. تمام، فهي هاي اللي راح تاخذ منو تجذب اكثر الانثى ولا الذكر؟ هي راح يعني تستقبل الانثوي او الذكري. طيب اوكي، هنا ليش مثلا يعني هذه النسبه بتكون هي اعلى من نسبه الذكور تكون عندها مثلا؟ ليش ممكن اكو هناك احصائيات ايضا وبحوث تقول انه ممكن يحددون النسل؟ اي تحديد النسل من خلال تغذية ومن خلال سكيجول يمشون عليه ومن خلال اكو برنامج صيني اكو اكل. انا اقول لك لو كان هذا صحيح كان الخلفة الاطباء كلهم صارت اولاد بالفعل، وخاصه يعني اطباء النسائيه والتوليد. الله. ليش يجيبون بنات؟ ليش والبنيه ايش فيها؟ ممكن ليش يحبون البنات يعني؟ والله ما ادري. لا شوفي انا شفت بالخارج كثير يعني مستشفيات كثيره برا، حتى يردون اول جاهل يردون ولد يعني يردون اول حتى برا؟ ايه حتى برا يردون اول جاهل. انا شفت كيسات كثيره يسوون عليها اي في اف يعني طفل الانبوب، يختارون عمود النسل، عمود يردون ولد، جو يسوي طفل انبوب عمود ولد حتى اول واحد لين ما يردون يخلفون هوايه. طيب خلي نثبت الجواب هسه دكتوره، يعني مسؤوليه الذريه ذريه الاناث بالضبط. او الذكور بسبب الانثى 100%، لو ايضا الذكر يلعب دور اذا هو طبيعه هي تستقبل يعني هي تستقبل هي راح تستقبل. طيب ماكو ذكور مثلا كل شيء اكو، نعم اكو ذكر المني مالتهم ذكري اكثر من انثوي او انثوي فقط من ذكر كل شيء اكو، بس هي راح تستقطب، هي اما راح تختار، نعم. هي اللي تختار اما راح تختار، نعم يجي عليها تمام. هل الجهل دورهم لها دور يعني اكو هاي عوامل، هذا الموضوع طويل وشائع يعني وصعب وليس يعني القصير او بكلمتين يعني يخلص بس هو عموما هو هكذا. اوكي. هل الجهل في العلاقه الجنسيه لدى الشاب او الشابه تؤثر على العلاقات ما بعد الزواج؟ مهمه جدا، ممكن ان تسبب عقم او تاخر. قلت لك قبل شويه قلت لك هي هنا المشكله يعني قصدك الحياه الزوجيه؟ نعم. مهمه اهم من كل شيء، يعني كيف وحده تحمل واذا هو الزوج مثلا عنين تحمل في هذه الحالة؟ نعم. عن طريق أنا أقول لك أنا راح أجاوبك، راح تحمل عن طريق الآي يو آي اللي هو يسموه التلقيح الصناعي. نفس هذا الحقن المجهري دكتورة لو هذاك هذا الموضوع؟ نفس الحيدات. الحقن المجهري نعم. إذا كان ما ممكن يسوي وياها جماع. الزوج ما يقدر يسوي جماع ويا الزوجة، شلون تحمل الزوجة؟ شلون؟ ليش ما يقدر؟ ما يقدر مثلا عنين يعني مريض صار عنده مثلا قذف سريع او ما يقدر ينام ويا زوجته لكذا اسباب وبقت وياه مثلا، يعني ليش ما يقدر؟ يعني شنو الاسباب اللي ما يقدر؟ هو يعني خلل تكوين يعني خلل اما بالهرمونات او خلل يعني عنده مثلا نسبه هرمونات كثيره او قليله وهكذا، عنده ممكن يتعالج يعني جنسيه قليله، عنده التستوستيرون مثلا ما يصعد او قسم هم ما يقدرون يتعالجون، يعني يقول لك هاي احنا رجال ما نتعالج او ما يفكرون بالمرأة زين،
يعني شيء ثانوي يعني عندهم او ما ياخذوا بنظر الاعتبار او ينتقم من المرأة بهذا الطريقه. كثير من الرجال انتقام للمرأة بهذا الطريقه انا طريقه لانه الحياه الزوجيه كيف تكون كيف هي الحياه كلها يعني صوره جمعاء كيف بدات كيف بدات يعني ادم وحواء كيف بداوا ادم وحواء خلاص خلاص يعني هي هاي الطبيعه ما ممكن واحد يجي يسوي ضد الطبيعه ولا ضد الشيء الطبيعي النورمال يعني ماكو فيجي ينتقم منها بهالطريقه ما يتعالج يبقى مريض يبقى عنين تعاني يقول لك هي تتعالج اذا يعني اكو هواي اشياء انا في حياتي شفت كثير من هالقصص. طيب بس انت قلتي في حاله انه هم متفقين مثلا وشباب وما عندهم اي مشكله ومتزوجين جدد لكن يعانون انه هم صار عندهم 5 سنين 6 سنين 10 سنين سنة على سبيل المثال اقل شيء ايضا هناك مشاكل ما يردون بس شوفي ما بهم شيء يعني اول ما زوجوا استعملوا مانع يعني جو عليه هو يقول احنا بدنا نستعمل مانع يعني هسه تزوجوا شنو الاضرار دكتور خصوصا بدايه الزواج يعني استخدام مانع احنا ما نعرف انه هاي مثلا يابا انت تريد تستعملي مثلا مانع انت طبيعيه انت تضمني انت راح تحبلين راسا يجوز انت مريضه نعم وفوقها تاخذين ادويه تريد تاخذ ادويه ما تريد تتخلص هي ما فحص نفسها انه شيء طبيعي نعم. انت جالسه تاخذ ادويه يعني شيء هم ما ممكن. طيب اذا ما عندها مشكله دكتوره ولكن راح تستخدم المانع في بدايه الزواج ممكن تكون لها تاثيرات سلبيه على الجسم؟ اي طبعا اذا مثلا حب مانع ممكن لكن اذا مثلا اتفاق بيناتهم لا ماكو اذا يستعمل مثلا اكو تحاميل داخليه هاي هم ما تاثر ما بيها فشي لكن اذا حب مانع او اذا جتي خلت مثلا مانع لولب مال الحمل مشكله راح تصير مضاعفات هنا أنا. اكيد يعني حتى اذا لان مو كلهم عندهم قابليه ماديه مثلا يخلون المرينه اللولب الهرموني ولو انا هسه اذا استعمل مثلا مريضه الطب عندي قاعده بالعقم اخليه بالمرينه هذا 3 اوراق سعره مجاني من مدينة الطب عندنا مو مجاني يعني سعر رمزي كلش رمزي اي يعني ترى بما انه انت ذكرتي موضوع اللولب اللولب اكو ما يوضع بمنطقة الرحم يوضع ايضا بالايد اكو هيك شيء هذا مو لولب هذه تحت الجلد ابر تحت الجلد ممكن لكن تنطي كبسولات تحت الجلد تنطي لكن هي ايضا هرمونات كانه تاخذ حبايه مع المانع شلون هي الاليه شلونها يعني جهاز تحت الجلد لا هي كبسوله تنطي ايه شو مثل اللولب الهرموني يخلوه بالرحم ينطي يوميا 20 مايكرو جرام بروجستيرون نعم اذا المكر ما تاخذ الحبايه عن طريق الفم هاي الكبسوله راح تفرز يوميا حبايه مباشره للدم اكثر يعني نسبه الدواء اكثر ما نفضل يعني الحب المانع افضل شهر ليش؟ لانه هاي هم بها تشكه وهم بثلاث اشهر وهم كميتها هوايه مثل الابره الشهريه ما تنمانع ايضا هاي ما نفضلها لانه الجرعه هوايه يعني وبعدين يصير النزف من ادها او ماكو بعد دوره. طيب دكتوره هنا اكو يصير عندهم حمل مثلا ويولدون مرة واحدة أو مرتين بعدها يصير عندهم عقم شنو أسباب العقم بهذه الحالة عند النساء هو بسبب الرجل هنا سبب المرأة لأنه صار عندها هي مثلا كانت ولاداتها مثلا قيصرية مو طبيعية أم العكس صحيح شنو الأسباب كثير نعم أسباب لا تعد ولا تحصى كثير ممكن الزوج كل شيء ما بيه على غفلة صار بيه نكاف صار بيه عقيم ممكن ما صار قبل نكاف وأثر هذا صار ممكن انسدت القنوات اللي تودي المني من الخصيه الى القضيب انسدت بس هاي لها علاجات اكيد اكيد بس قسم مرات يسوون عمليه جراحيه ايضا تفشل يتحسنون قسم يتحسنون قسم ما يتحسنون حسب زين اكو مثلا اندفاريكوسيل تورم بالاورده مالت الخصيه هاي 75% من الرجال عندهم هذا الموضوع موجود لا. طيب 75 يعني نسبه كبيره بهيك حاله بس طبيعي طبيعي طيب بهيك حاله حتى لو تعالجوا باي الاعمار راح يستقبلون العلاج وتنجح علاجات جراحه هي جراحه لكن مرات يصير عندهم مشكله يعني تصير جراحه عكس زين يعني كثير يعني مضاعفات جراحيه بسبب عدم دقه الجراح لو شنو الدكتوره يعني هم يعني قل عندهم العدد مثلا نعم مثلا او الرجل مرض او صار عنده مرض نفسي
ممكن ما يقدر بعد يشوف ماركه مثلا. لا هذا هذا موضوع ما شاء طيب الله. طيب هسه اترك الحديث بس الرجل 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 احتمال المرأة ايضا صار عندها التهابات او تكيس او 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 التكيس نعم. صعب ليس بالسهل التكيس. كثير من النساء خربطة بالدورة طبيعة الحياة اختلفت صح تغير نعم. يعني كل شيء كل شيء تغير يعني لا فقاموا مثلا موظفة وتاكل برا وما أعرف إيش تسمن ما دير بقى نفسها. أنت هسه لو تلاحظين جيل الألفينات نعم. أنا هسه عندي جيل 2000 هسه إحنا بال 2016 أنا يجوني هسه 2000 متزوجين أو 2002 متزوجات أو 2004 متزوجة. طيب بهيك حالة يعني زين متزوجة بهيك حالة شنو السلبيات؟ سمينة سمينة كلش. أي قصدك السمن والضخامة؟ دكتور السمن هو اللي يسبب التكيس؟ أي نعم. طيب الحمل ابد ما يتم في حال وجود التكيس؟ لا غلط. اجابك اقول لك غلط. ممكن لا. ممكن يصير حمل. طيب شنو اللي يحدث مع تقدم المراه في العمر؟ كثير مثل كثير يعني اكو كبار بالعمر ورغم هذا انه يصير عندهم حمل وولاده يعني واحد يتعجب انه شلون هذه المراه لا. كبيره بالعمر جدا انا عندي هسه اثنين نساء واحدة 51 وواحدة 50 وواحدة 49 يمكن ما شاء الله كلهم والله أكثر منهم يعني أنا داش على 50 لأنه كبار 50 عندي 50 عندي 51 حوامل وعندي 12 سنة حامل وعند يعني عندي أعمار متفاوتة جدا. 12 سنة حامل يعني 12 سنة أمرها ومتزوجة وهسه حامل يعني 12 سنة. طيب هل راح يكون رحمها مهيئ للحمل بهذا العمر؟ حبلت حملت فائدة حمل خلاص طيب. حملت عندي بس بالخمسين لا لحظة بس خلينا نرجع دكتورة رواء لا تسمحين عمر 12 سنة أدها دورة صحة سنة أدها دورة أوكي حبلت. أوكي مو مشكلة يعني هنا ما راح يكون أكو مضاعفات عليها كأمر كل شيء الرحم أيضا كل شيء أكو طبعا في مضاعفات أمراض أكثر مساوئ أكثر هذا زين أكيد معرضة لأمراض معينة بهالأمر تصير أكثر من غيرها لكن الزوجة خلاص طيب راح يأثر بالمستقبل على قدرتها على الإنجاب ومدى خصوبتها يعني إذا لأن عمرها صغير لأن عمرها صغير ورأسا صارت حامل لا راح تخلف هاي هذه بهاي الحالة لازم واحد يباوع يشوف إنه هي عمرها صغير جت هالدورة نعم. يراقبها بعدين يشوف الدورة راح تنقطع إذا متأخرة لا لو بالعكس لو بالعكس لأنه إذا متأخرة الدورة فشي يعني علامة مو زينة تؤخذ بنظر الحسبان وتؤخذ بنظر الاعتبار لأنه المبيض راح يشتغل ماتها أكثر من غيرها فراح يصير عندها مشاكل أكثر من يعني غيرها يعني قصدك إذا بقت السن 50 قادرة على الإنجاب مو الإنجاب بس مثلاً. الدورة تجيها دورة الدورة شهرية. موجودة نعم دولة يعني أخذ بنظر الاعتبار إحنا من القضايا النسائية كثيرة ما ندوخ رأس الناس نعم. لكن الطبيب هو يباوع المريض من يجي يأخذ أمره بنظر الاعتبار يأخذ الكمية الأولاد العدد الأولاد اللي عنده يأخذ يعني أسئلة هواية شنو رأيك شنو رأيك إنه واحدة تباعيها يعني ابنية جميلة كلش حلوة وهاي لكن أصلا هي ما عندها مهبل شنو رأيك اي ما لها علاقه يعني هذا تشوه خلقي صار تشوه خلقي وما يعرفون اصلا اثناء الزواج راح يكتشفون انه ما عندهم مهبل او عندهم مهبل لكن ما عندهم رحم نعم ممكن طيب شلون هنا يعني شلون ما معقوله اذا ما عندها رحم يعني ما اكتشفوا الاهل ما اكتشفت هي نفسها يعني بداية شكرا. حياتها يعني حتى لو حتى بالصغر الزوج عمره 18 سنه مثلا دوره مثلا ما عندها اساس راح الزوج راح تجيها دوره او قسم هم يجوني هو اكو حاله انه اكو بنات كثير انه ما يحضرون او ما تجي الدوره الشهريه لهم بهيك حاله يقولون خلي يتزوجون حتى تجيهم اكو هيك شيء علميا صح يعني انا ماكو هيك جمله منو خلاها بالهاي ما دعك هاي طيب هو لحد عمر 18 سنه ودوره ماكو هذا الشيء طبيعي لو لا والله مو طبيعي مو طبيعي نهائيا ابدا مو طبيعي يعني انا ما اعرف هذا مال الزوج وبعدين تجي الدوره شلون انا هاي ما اعرف طيب اذا دلاله على وجود خلل بالهرمونات دلاله على وجود خلل بالام بالعائله صح الام اللي تعلم لا هي تعلم الام هي المدرسه
طيب هذه ثقافه، هذه ثقافه. ادري اوكي، هي متى تجيها الدوره الام شلون يعني تتعلم يعني ما تقول لها آه إيه اوكي تسالها طيب أي. العلاج هنا شنو دكتوره؟ انت قلتي اذا الطبيب المختص يفحصوا هاي باعوا احتمال يكون يعني هرمونات او مشكله اخرى مو لا. بس للحامل يعني احنا كل اهلنا وكل اوائلنا تتصور طبيبه النسائيه لا. بس لازم وحده ادها بطن حامل لا. ما يصير تروح اذا عجوز ما يصير تروح على الطبيبه لا. بالعكس العجوز اكثر ادها امراض من الحمل نعم لعلمك، وانه تحتاج الى فحص اكثر من الحامل زين نعم. العجوز يعني اللي احنا نقول عجوز لكن هي كلمه حتى عجوز غلط نعم، لكن اللي ما عندها دوره او مثلا مسوي عمليات وشايله الرحم من يعني هي صغيره يعني احنا المراه لازم تزور طبيبه نسائيه في كل الاعمار. اكو مساله افضع لعدم زياره الطبيبه النسائيه، يعني هي ما تعاني مشكله وصارت حامل وصار عندها خلفه ولد او بنيه وراها ما تراجع الطبيبه، يابا خلي نروح نشيك غلط انا مدى تقول مدى احس يعني عندي يعني مشكله معينه يعني. ولا عندي الم ولا عندي خربطه ولا احس عندي اي مشكله، خذ من اريد اصير حامل اراجعها او من اصير حامل مو حتى من اريد واهيئ نفسي وادراجع الدكتوره، هذا شيء صح ام خطا دكتوره؟ احكي لك فت قصه نعم احكي لك فت قصه. جتني مريضه هي حامل هي ما تعرف حامل ولا مو حامل نعم. الدوره ما تم خربطه زين مسوي فحوصات، ناس تقول لها انت ورم بالمبيض، ناس تقول لها انت حامل هذا مو خطا نعم. هذا مو خطا خطا الاخصائيين اها كان اذا اكو خطا او تسميه اهمال من الاداء همينه او خطا هذا ما اعرف. نامت مستشفى وطلعت حوالي اسبوعين بالمستشفى نايمه اسبوعين وما حد ما قال لها انه انت حامل مسوي ما اعرف يعني شلون قالوا لها انت حامل، هي انهزمت هي خافت هي ما اعرف ايش تعرفين المريضه من مريض المريض من يصير اقاويل ما نعتمد احنا على كلام يجوز هي انهزمت طيب يقول لها تحفظ يجوز ما ادري خافت وضع. انا فتحتها فتحت بطنها اشوف طفل أربعة اشهر عمره وين؟ بالامعاء اوف بالامعاء مستحيل بال شايف اكو انت شايفه بالامعاء يعني بالامعاء خارج من الرحم؟ طبعا خارج الرحم وين؟ بالبرده ماكو مال البطن احنا اكو برده نعم يسموها البرده من تذبحون اكو برده نايم الطفل الغشاء المساريقي قصدك اها الغشاء المساريقي نايم الطفل اوكي والمشيمه الغشاء المشيمه الامعاء الرحم منفجر مو من الرحم خارج الرحم خارج الرحم من خارج الرحم الانبوب طيب. منفجر كان مالتها طيب. وطالع الطفل من الانبوب نعم. وصاير بالبطن بالغشاء المساريقي واني من فتحتها كان طبعا ميت بس الطفل أربعة اشهر عمره زين يعني هذا يسموه حمل خارج الرحم بس من النوع البطني بطني بطني كل هاي يعني هذا حاله كلش نادره زين ما يخالف يا امه يعني انت زين صار عندك وجع اكيد طق يعني عضو عندها ما تفالوك عضو دكتوره عضو وليس هي يعني على اساس هذه الالام مثلا هي اتجهت طق يعني طق اي ما يخالف هذه مو مشكلتها مشكله الاطباء والمختصين مشكله الناس اللي عملت لها الفحوصات وهاي الاجهزه الحديثه كل هذا وما راحت ما تعرف هي نفسها حامل انا سالتها انت حامل ولا لا؟ هي ما تعرف من بدري شو معروفه يعني راسا سويت لها فحص مال الحمل طلعت هي حامل نعم زين راسا يعني بعد هي على الميز يمي بس دخلت قاعد تحكي لي قلت انت لازم نعرف انه انت اذا هنا دور الوعي ايضا للمريض بحالته والمحيطين به ايضا انه مراجعه الطبيبه النسائيه حتى لو ماكو اي مشكله بين فتره وفتره واحد يعني اقول لك مو نسائيه نعم. لازم مختصه طبيبه مختصه نعم يعني مو الا انا تجي علي بس روح طبيب مختص دكتوره طبعا هناك موضوع اخر ومرض شائع صار بالسنوات الاخيره اللي هو بطانه الرحم الهاجره هذا موضوع كبير جدا وايضا بحثت عنه اني كثير من قبل لا الناس تعرفه اصلا انا كنت ابحث عنه الموضوع ده يزداد اكثر والمرض ده يزداد عند النساء لكن راح نخليه على الحلقه الجايه ان شاء الله, بإذن الله. وان شاء الله تحدثينا اكثر تحدثين كل المشاهدات اللي دائما تتابعون شكرا جزيلا لك دكتوره روان شكرا جزيلا لك شكرا لكل المشاهدين اللي يتابعونا من داخل العراق وحتى خارج العراق وهذه تحية أيضا لأخونا علي الرسام وكثير من الناس اللي يتابعونا إلى اللقاء مع السلامة